أن تتبع التيار الساحب أينما يتدفق آخر نهر زاحف في أوروبا، أن تعثر على حكمة الأحجار القديمة، أن تقيس يومك على ضربات القلب، أن تميل إلى ما تراه، أن تشعر بالسحب، تجد منظور مستقبلك، تجد مكاناً حيث يمكنك الذهاب إليه وفقاً لطريقتك، أن تغادر مسيرتك كمسافر وأن تبقى كضيف. هذه هي ألبانيا، اتبع المسار الخاص بك. نرحب بكم في المعرض الدولي في جدة بالمملكة العربية السعودية من 28 من فبراير إلى 2 من مارس من عام 2018. صحراء للسياحة والسفريات في ألبانيا والبلقان.